الشيري يستعد، حكم المباراة يضبط الأمور في منطقة الجزاء بين مدافعي الشارقة ومهاجم الهلال قبل إعطاء الإذن لصالح الشهري لتنفيذ ركلة الجزاء. صالح وركلة الجزاء وبانتظار السيتشي من أجل أن يعطي إذن التنفيذ. صالح الشهري، صالح يلعب كرة، هدف أول للهلال. تغيب الأسماء ويغيب النجوم، ومع ذلك الهلال والزعيم لا يغيب. الهلال مع بداية المباراة يتمكن من تسجيل الهدف الأول. صالح الشهري من نقطة الجزاء يسجل أول أهداف المباراة. صالح يسجل للزعيم. الهلال يستهل مشوار الآسيوي بهدف أول في الدقيقة الخامسة بعد 135 يوم من تتويجه بلقب آسيا أمام بوهانغ. الهلال اليوم يتقدم في أول 5 دقائق من المباراة عبر نجمة صالح الشهري. فرد الهلال يطلقها في شباك الشارقة ويعلن عن أسبقية هلالية. يحتفل معها جمهور الهلال الذي يحتفل بتقدم فريق الآن أولا في مباراة الليلة. هدف مقابل لا شيء لصالح الزعيم. الهلال بأسبقية باتجاه ماتيوس بيريرا. ماتيوس بيريرا دور على زميل، تمريرة ملعوبة إلى كانو ثم إلى ماتيوس بيريرا. ماتيوس مع الكرة يمررها ممتازة إلى عبد الله الحمدان. الحمدان في نقلة مقطوعة تصل للهلال مرة أخرى باتجاه ماتيوس بيريرا ليمررها. يا الزعيم يصعب تحدي، أسقط جدار كوزمن وجدار الشارقة عبر الثنائي اللي ننتظره بشدة في مباراة الليلة. نعم، كان العوض الكبير بميشيل ديلغادو، بميشيل ديلغادو وماتيوس بيريرا. العرضية رائعة من بيريرا ثم إلى ميشيل ديلغادو إلى شباك الشارقة إلى هدف ثاني. الله على الهلال، الله على الزعيم. شوف الكرة، الله 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 يا لعيب. ديلغادو بلمسة حط الكرة في الشباك ليسقط جدار كوزمن وجدار الشارقة ويضيف ثاني أهداف الهلال في مباراة مرة ظروفها صعبة على الهلال، لكن الهلال يظهر تحدي عبر نجمة ميشيل ديلغادو اللي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. الآن ثاني أهداف الهلال في شوط المباراة الثاني. الهلال يتقدم مرة أخرى في المباراة. في وسط الملعب كويار يملك الكرة ويمرر عند سلمان. مع كويار تمريرات أمامية ممتازة للحمدان. شوف تحرك الحمدان وتمريرة ممتازة والبريك عرضية وفرصة للحمدان. الله 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 يا كبير، الله يا كبير يا حمدان. حط الكرة، حط الكرة جميل. الهدف الأول، شوف الكورة وشوف اللعبة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هدف أول. شوف اللقطة وشوف الكورة وشوف التيكي تاكا الهلالية الرائعة منذ بداية المباراة. لعبة ولمسة وجميلة جدا، والحمدان حط الكورة بقدمه اليمنى على يسار فهد يونس لأن يتقدم الهلال بالهدف الأول. 1-0 كانت متوقعة ومنتظرة. نعم كانت متوقعة. يا سلام يا سلام على، يا سلام يا كبير يا كبير. هذه اللقطة وهذه اللقطة. يحيي زميله صالح الشيري لاعب البديل الأول في تشكيلة الرهيب. هنا كرة قطعت وراحت جميلة جميلة ممتازة، وكأنه مرر كأنه خطيرة هلالية والحمدان وعرضية وكأنه 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 اللقطة واحدة.
التمريرة الحمدان ميكانو، تمريرة جميلة والسلام، يا السلام على اللقطة والهدف الجميل. حلوة يا محمد، حلوة محمد إبراهيم كنو، كنترول وتصويبة قوية وعلى يمين فهد يونس، هدف جميل، هدف هلالي ثاني، ومنظر رهيب، منظر رهيب في المدرج. نذهب إلى الدقيقة 87، دقيقة 87 من عمر المباراة، عندنا كرة هلالية الآن، فرصة، 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 وهدف هلالي ثالث، هدف هلالي ثالث من طول الغيبات، جاب الغنايم، من طول الغيبات جاب الغنايم، الدوسري ناصر حط الكرة، حط الكرة وسجل الهلال الهدف الثالث. شوف اللقطة وشوف المرور والتصويبة، اصطدمت بقدم لاعب الريان وراحت للمرمى، راحت للمرمى من قدم أحمد ياسر، لأن يسجل ناصر الدوسري هدف الهلال الثالث. ثلاثة أصبحت، نعم 3-0 على حساب الريان. سجل ناصر الدوسري بعد عودته، سجل بعد عودته، وهنا الرياني المشجع الحاضر في ملعب المباراة. إلى سالم، سالم ينتظر التحرك للأمام، يبحث عن سلمان وعن ياسر الشهراني، ياسر في الجهة اليسرى، ياسر ينتظر، كنو، كنو على طول، ياسر الشهراني العرضية، الله، الفرح يجلب الفرح، والفوز يجلبه القائد سلمان الفرج، أعلن تقدم كبير آسيا ليرفعها الآن ياسر الشهراني ويسجلها. هذا الفرح الذي رفع الثامنة، رفع الثامنة، سيرفع التاسعة بحول الله. الله، الله على العرضية، الله على الكرة والحطة الحلوة، الله، الله على الدخول ثم وضع الكرة في الشباك. الهلال يتقدم الآن، ملك آسيا يتقدم الآن، وسيد ساداتها الأول يسجل الأول. سالم ياخذ كرة على طول في الجهات اليمين، اللعبة الكرة بالطرف الأيمن للهلال، الهلال يهاجم بكرة، اللعبة في الجهات اليمنى إلى سلمان الفرج، الله، هدف أول للهلال، الله، هي عرضية من سلمان واجه التمركز من إيقالو اللي يخطف للهلال هدف الأول في المباراة. الزعيم يقولها للجميع من البداية، أنا الأمس وأنا اليوم وأنا الغد، أنا صفحات التاريخ السابقة وما سيكتب في صفحات اللاحقة. من ذا الذي سيوقف الزعيم؟ الهلال في بداية المباراة يسجل هدف الأول عبر إيقالو، شوف العرضية من سلمان الفرج، وإيقالو ينجح في تسجيل هدف أول يخطف للزعيم هدف الأول في المباراة، العرضية رائعة. ثم بعد ذلك واجه التمركز رائع جدا من إيقالو اللي يخطف للهلال هدف الأول براسه، والهلال مع رافع الراس، وهدف هلالي أول عن طريق إيقالو. الكرة اللعب، الكرة اللعب في المنتصف من كوير إلى سلمان، سلمان يأخذ كرة في الجهات اليمين، سلمان وانطلاقة مع سلمان، ترجع الكرة لمحمد البريك، البريك مع كرة اللعب طويلة في الأمام إلى إيقالو، جول، الهلال من جديد ينجح في تسجيل هدف آخر، هدف ثاني عن طريق إيقالو، التمركز ثم الكنترول
ومع الثقة العالية بالنفس في اختيار المكان، كلها أوصاف تدلك على أن من سجل هو إيغالو. بعد تمريرة من محمد البريك، التمركز كان لإيغالو، الكنترول، الدوران، الثقة العالية في ركن الكرة، ثم الهدف الثاني لصالح إيغالو. الهلال سيل جارف، لا يستطيع استقلال ولا مدربة الصمود من أمامه. شوف الكرة من البريك إلى إيغالو، إلى هدف ثاني في المباراة، التمريرة من سلمان ثم إلى البريك. تنوعت هجمات الهلال، الهجمات الهلالية تنوعت إلى جانب دياز. الهلال لا تعلم من أين يأتيك الكرة من إيغالو، في النهاية واصلة في الشباك إلى هدف ثاني، والسيدة تعبر عن حبها الكبير لفريقها محتفلة منتشية بالهدف. عادت للهلال سعود عبد الحميد، عد انطلق سعود في الكرة، سعود يلعب كرة إلى ميشيل ديلغادو، إلى سعود عبد الحميد في الجهة اليمين، سلمان الفرج، سلمان مع الكرة من الجهة اليمنى، سلمان يلعب كرة بعرض الملعب، المحاولة الهلالية، سالم حاول يبحث عن زاوية للتسديد، سالم اختراق وإلى ميشيل، إلى ثالث، إلى ثالث، ثالث، نعم، الله 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 الله، التورنيدو ينجح في إضافة هدف ثالث في المباراة ويسدل الستار على مواجهة الليلة. الهدف الثالث للتورنيدو بعد كرة رائعة من سالم الدوسري. الهلال والقارة بكبرها من شرقها إلى غربها تخضع للزعيم. الهلال أنهى حساباته مع آسيا وبدأت مع حسابات أخرى مع المونديال. يسجل الهدف الثالث الآن في هذه المباراة، رابع انتصار على التوالي هنا في الآسيوية. التمريرة إلى ميشيل ديلغادو، ثم سالم من بداها، سالم عاد وأنهى المباراة وأنهى الهجمة لينهي معها المباراة بثلاثية هلالية، ثلاثية للزعيم في مرمى استقلال الطاجيكي. الهلال اختتم مباراة الليلة، وسالم الدوسري أسدل الستار على مواجهة الليلة بالنسبة للفريق الهلالي. سلمان الفرج، الكرات الثابتة هي الحل وسط هذه الدفاعات، وسط هذه الدفاعات، كرة سهلة العادل، عادت، يلا يا سالم، يلا يا سالم، يلا يا متعب، يلا يا هلال، جيب الكرة يا حداد ليرجع ويعود الهلال. قلص الفارق عن طريق متعب، عن طريق متعب، نعم، يعود الهلال ويعود. ودائما نقولها، لا تأمن الهلال، هذه هي الفرصة تأتي ليعود من أجل تقليص الفارق، تقليص الفارق. سلمان خلصها عادل، عادت إلى سالم، والتسديدة ومتعب، وجول هلالي أول. قلصوا الفارق واشتعلت المدرجات، وعاد الهلال، عاد الهلال، عاد الهلال، وما أجمل عودة الهلال. برافو يا متعب، ويا عيني يا متعب، المفرج في المكان الصحيح، في المكان السليم. الثابتة تركها إيغالو لسالم، تركها إيغالو لسالم، تركها إيغالو لسالم، وقال له يلا يا سالم، هذه أوقاتك، فرحنا يا سالم، وفرح كل من في المدرج، وكل من متواجد من في خلف الشاشة، وكل من هو متواجد من خلف الشاشة. سالم الدوسري، سالم، 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 سالم حاسم، سالم حاسم، ودائما عاداته وأفعاله إنه يفعل اللازم، يفعل اللازم، سالم حاسم ويفعل اللازم. الله عليك، الله عليك يا كبير في كل وقت، وكبير في كل زمان، وكبير في كل مكان، سالم أينما يحل وأينما يظهر وأينما يتواجد، كبير وله الكثير من التأثير، له الكثير من التأثير. نعم نعم نعم، هلالي هلالي، ومن حقه يتمخطر.